الجمهور ده هو ده الترمومتر بتاع اللعيبه. النهارده محمد شريف واكرم توفيق والنادي لما خدنا كاس افريقيا بيتصوروا بالكاس فرحانين قد ايه هم مفتقدين المكان، ولسه جايين فرحانين قد ايه ان هم مش هيكلمك على بقيه اللعيبه طبعا اللي انجزت وعملت وبنشكرهم. بدر بنون على سبيل المثال، بدر بنون حس من اول لحظه وهو لعب كويس اول ماتش كمان طبعًا. يعني طبعًا. بنشكره على انه كان عنده الايقاع ده، كان عنده الجلد ده، كان عنده مش هدوء كمان كده. الهدوء يعني بيبقى في عنده هدوء ازاي دي امكانياته في الملعب مهما كانت لعيبته اللي بيلعب معاه الاهلي هو بيلعب مع اللعيبه دي، هو مع كمان في خياله لعيبه الاهلي دي حاجه كبيره جدا طبعًا. ما ياخدش باله بقى في لعيب يعني النهارده مش النهارده كل اللعيبه جايه لك متعوره يا سام، كلهم جايين متعورين. محمد طاهر، محمد طاهر نزل يا حبيبي تعور 10 غرز وقال لك دول اغلى 10 غرز في حياتي. عايز اقول لكم حسين الشحات لما بتكمل الفرقه كويسه وبتبقى العناصر كلها موجوده ولاعبين 3 4 ماتشات ورا بعض من غير ضغوط نفسيه بقى يعني نخش على الدوري مطلوب نكسب، بس في ماتش ممكن اعوضه. احنا الماتشات اللي فاتت كلها ما فيهاش تعويض، صح؟ نهائيات ما فيهاش تعويض خالص، واللي جايه ما فيهاش تعويض. يعني الحاجات دي النفسيه دي بتفرق مع الضغط العصبي اللي كان عليه على الجهاز العصبي. بس هو يعني هو حسين جنبه جناحه طايره ونص ملعب فايق وبتاع ما فيش العصبيه، وملعب غير ملعب مثلا كان ملعب تقيل قوي بتاع مش عايز اقول وحش انما تقيل بتاع برج العرب. انما لو بتلعب في الاستاد والكلام ده بتاخد بتفرق الباص بتفرق التحرك بيفرق كل حاجه بتفرق مع اللعيبه.